بداية أحب أن أرحب بحضراتكم جميعاً في الجلسة الافتتاحية للملتقى الثاني لشباب دول حوض النيل تحت شعار النيل شريان الحياة. يسعدني أن أرحب بالسيد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب بجمهورية مصر العربية، سيادة وزير الشباب والطفولة بدولة أوغندا السيد رولاند كيبول، السيدة وزيرة الشباب والثقافة والرياضة بدولة جنوب السودان سيادة الوزيرة نادية أروب، وكافة ممثلي وفدي أوغندا وجنوب السودان، كما أرحب بالسيد مساعد وزير الشباب والممثل الشخصي للوزير بدولة بوروندي السيد فيتال رورا كينجزر، والسيدة المستشارة الأول لسفارة بوروندي بالقاهرة السيدة باراداندي كانيا، وكافة المشاركين والأشقاء من دولة بوروندي. كما يسعدني أن أرحب بالممثل الشخصي لوزير الشباب بدولة الكونغو الديمقراطية السيد نافانيندي موشيد، والسادة المشاركين بهذا الملتقى من دولة الكونغو الديمقراطية، كذلك المشاركين الأشقاء من دول إريتريا وكينيا وجنوب السودان وأوغندا، السادة المشاركين من دولة جمهورية مصر العربية، السادة الحضور والزملاء من وزارة الشباب بجمهورية مصر العربية. تبقى الروابط التي تجمع بين شعوب وادي النيل تحمل الخصوصية، وهي ما تؤكد أن الهدف والمصير ووحدتهما هما أمر حتمي لشعوب دول أفريقيا. فهناك الكثير ما يجمع بين مصر والأشقاء الأفارقة، ولا نقف فقط عند بعد مياه حوض النيل، كونه شريان يجمع بيننا وبين دول المنطقة، بل هو أبعد من ذلك، وهو ما يجعلنا نتجه إلى علمي التاريخ والجغرافيا والذي تفتخر به مصر من خلال حضارتها الفرعونية أن جذورها أفريقية. ويطول بنا الحديث عن التاريخ بين العلاقات المصرية الأفريقية، علاقة تجمع بين الأشقاء في قارة سمراء واحدة، ولكن علينا النظر إلى المستقبل، خاصة إذا ما كان هناك ميراث قوي يدعم هذه العلاقات المشتركة المستقبلية. اسمحوا لي أن أدعو في بداية الجلسة الافتتاحية السيد المهندس خالد عبد العزيز وزير الدولة للشباب بجمهورية مصر العربية لإلقاء كلمته. سيادة الوزير فلتتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي السادة وزراء الشباب والرياضة من الدول الإفريقية الشقيقة، السيدات والسادة الإعلاميين، أبنائي وبناتي الشباب المشاركين من مختلف الدول الإفريقية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود بداية أن أسجل أمامكم غاية الامتنان لمشاركتي معكم اليوم في الملتقى الثاني لشباب دول حوض النيل، والذي يجتمع فيه أكثر من 200 شاب من دول حوض النيل على أرض الكنانة في مصر. فاسمحوا لي أن أحيي الشباب الذي شارك من دول إريتريا والكونغو الديمقراطية وبوروندي وتنزانيا وكينيا وأوغندا وجنوب السودان، وأوجه التحية أيضاً ومن خلالكم لأبنائنا من شباب حوض النيل ممن لم تسمح الظروف بمشاركتهم في هذا الملتقى. ولا أريد أن أطيل عليكم، إلا أن الظروف الراهنة الحرجة التي تعيشها دول حوض النيل بل والقارة السمراء بأسرها تضع لزاماً علينا جميعاً أن نكسر حاجز الصمت بين شعوب هذه الدول لنتشارك جميعاً في التأسيس
لركيزة جديدة لبناء أوطاننا وتنمية شعوبنا من خلال حوار جاد وحقيقي وبناء، ينبذ الخلاف والمصالح الضيقة وينفتح بنا على آفاق أوسع من المصالح المشتركة والمستقبل الواحد. أبنائي وبناتي من دول حوض النيل، إن علاقة الدولة المصرية بدول حوض النيل ينظمها العديد من الاتفاقات والمواثيق والعهود القانونية والدولية، إلا أن الروابط التاريخية بين شعوب دول حوض النيل والذي ينعقد مؤتمركم هذا تحت شعارها هي الميثاق الأكثر قوة الذي نستطيع جميعا أن نرتكز عليه كأرضية مشتركة ونبني من خلاله مستقبل هذا الجيل والأجيال التي تليه. إن نهر النيل الذي مثل عبر التاريخ وسيظل دائما شريان الحياة لدول حوض النيل لن يضمن وحدة الاستقرار واستمرار الحياة البشرية فضلا عن تقدمها وازدهارها بدون هذا الجيل من الشباب الذي لم تكسره أبدا الهموم والخلافات والنزاعات. شباب ليس في مخيلته قضايا الحروب والويلات التي شهدها العالم في هذا القرن والقرن السابق. شباب يعيش معظم أوقاته بين مختبرات العلوم ومنارات الفكر ومجالس الأدب ومحارب الفنون وأروقة المكتبات وبيوت العبادة ومديد الصلاة. أتمنى لهذا المؤتمر النجاح، وأتمنى لشباب حوض النيل ودول حوض النيل الرفع والتقدم، وأتمنى للمؤتمر التوفيق، وأشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اليوم حرصنا على لقاء يجمع بين رموز ومسؤولي العمل الشبابي في عدة دول تنتمي إلى حوض النيل لنعزز معا من جديد آفاق العمل المشترك وندفع للأمام التعاون بيننا بما يضمن استمرار هذا التعاون بين أشقاء جمعهم تاريخ طويل ونهر يحمل سر الحياة وأسبابها، فوهب شعوبه خصائص متميزة أخصها تلك المشاعر الحميمة التي تربط بين الأشقاء. فقد جاءنا من أوغندا ليس فقط ضيفاً عزيزاً ولكن ممثلاً لدولة وشعب طالما جمعنا معها تاريخ طويل، تاريخ من النضال، فأضحت العلاقة نموذجاً يحتذى به منذ عهد الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، وقد عبر عن مصر ومكانتها في القلوب سيادة الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني الذي ناصر وساند الثورة المصرية، وقرر مؤكداً أن شعب أوغندا ضد أي ضرر يلحق بمصر، وهو موقف غير جديد للرئيس موسيفيني. أرحب بسيادة الوزير الأوغندي رولاند كيبول. سيادة وزير الشباب فلتتفضل. My colleagues, the ministers present, the delegations from Nile Basin countries, I will introduce my delegation from Uganda. I came with 6 people, starting with the commissioner in charge of youth and children affairs, Mr. Mondo Chateka. I came with the private secretary to His Excellency the President, Yoweri Kaguta Museveni, Madam Barbara Windeva. I came with other chairmen of youth in districts, the chairman of Jinja, Mr. Mukembo, the chairman from Kabare, Sam. I came with Chimera, who is the chairman from Masaka, and he uses River Nile all the time. Mr. Bagonza from Hoima. That is my delegation. I'm delighted to be here in Egypt to this important day. I bring you greetings from the President of Uganda, General Yoweri Kaguta Museveni, who is a friend of Egypt. You may recall, he stood with you in the hard time, and he was a friend of Abdel Nasser, the great leader of Egypt. President Museveni has stabilized countries in the Nile Basin. Our sister in Sudan, our Egyptian friend, and even those in Ethiopia has been a key
factor and a key figure in ensuring stability of the region. Economically, Nile serves the purpose because in Uganda, we are the source of the Nile. Nile originates from Uganda, so we are proud to assure this meeting that we are the source of River Nile. Economically, people have constructed dams, starting with our dam, Owen Falls Dam in Jinja, which provides electricity in the energy sector. The other reason is that our sisters in Sudan, I think they're putting a dam as well. And of course, Ethiopia. Therefore, Nile contributes to the economic transformation of Africa. Socially, it supplies water used for domestic and commercial reasons. You can see industries around Nile, and you can see families consuming water for home use and also irrigation. Therefore, it contributes to the social well-being of our people in Africa. Politically, Nile has contributed to the stability in Africa. Our brothers in Sudan have benefited from the Nile, even us in Uganda. And it contributes a lot in the mobility of our people. Therefore, for political reasons, Nile has contributed to the stability in Africa. The purpose of this meeting, therefore, is very important to all African countries because of the social, economic, and political transformation that Nile has contributed. Allow me to thank the organizers for inviting Uganda and all other participants from the Nile Basin. I thank you for the hospitality extended to our delegation, particularly that of Uganda, ever since we arrived in this beautiful country. I thank you for giving me this chance to address this gathering. Your Excellency the Minister of Youth from Egypt, this day will stay historical in our lives, and we are looking forward to achieve the objectives of this meeting. I thank you. بحق سيادة الوزير نتطلع جميعا لتحقيق الهدف المرجو من هذا اللقاء، وهو بناء شراكات مثمرة مستقبلية بين قادة المستقبل والشباب. الشباب الحضور اليوم ومتخذي القرار وممثلي الدول الشقيقة الحضور لهذا الملتقى. من جنوب السودان جاءت تشارك في مصر، وينظر شعب السودان إلى مصر، وبالمثل من مصر إلى جنوب السودان، إخوة أشقاء هدفهم واحد ومصيرهم واحد. اسمحوا لي أن أرحب بالسيدة وزيرة الثقافة والشباب والرياضة بدولة جنوب السودان السيدة الوزيرة نادية أروب. سيادة الوزيرة فلتتفضلي. Thank you, MC. Your Excellency, Honorable Engineer Khalid, and my colleague from Uganda Minister Ronald for Youth. Good morning, everybody, members of Nile Basin Country. Really, I'm pleasure and honored today to be among you, the Nile Basin countries. I only have 6 months in this ministry, the Ministry of Culture, Youth and Sports. It's my together, baby. It's different from Egypt. But before this government, I was a deputy minister for animal resources and fisheries for South Sudan. I'm bringing a greeting, a special greeting for Egyptian and for the Nile Basin country from our President, His Excellency President Kiir Mayardit. And we are, all of us, you know that we are in a critical time, we are in a crisis, but we are still really managing
As you know, also Egypt is facing a different, at the same case that they are going through difficulties, but they are managing as a country. In this matter, really, I'm happy today to come, and I want a special greeting for the youth of Nile Basin country, and I appreciate their initiative to invite the all Nile Basin countries to discuss critical issues and the issues that concerning the Nile Basin countries. I will start just a few words. This conference is very important because it's under the slogan Nile is the life and the life vessel, and we know all of us the significance for that. We need to put our hand together in order to develop our countries as well as objective of the agreement of Nile Basin countries. Cooperation framework indicated that to promote and facilitate the implementation of the principal rights and obligations provided for present framework. To serve also as an institutional framework and for cooperation among Nile Basin countries in use of development protection, conservation, and management of the Nile Basin or Nile River Basin, its water, and to facilitate also closer cooperation among the states, people of Nile River Basin in social, economic, and culture field. As we are facing instability in our countries, different cases in our countries, we know last year in December 15, 2013, you heard all of us, the Nile countries, that South Sudan is in a crisis by those people who plan themselves that they want to take the power through the coup attempt fail. And the 2 days ago, we have managing the situation by signing a ceasefire. And we will still work hard as a government to managing and put the country in a good image. I encourage you all, the Nile Basin countries and the youth specifically, to share the experience while our country is still young. It will benefit from you all. I also encourage to cooperate with the youth in South Sudan to capacitate their power, to empower them. And we are in South Sudan strongly believe that the way Egyptians are managing their country by their patriotism, we need also to build the good cooperation among the two countries. You have been gone through many challenges, experience of war, but I hope that our youth will gain the experience from you. And also the fostering of dialogue, values, and understanding among the youth of Nile Basin countries is very important for us. I'm urging you also to initiate that, as well as activating the role of the Nile Basin youth to attain sustainable development in order to empower the youth or to contribute in the nation building. The cultural part for the Nile Basin country is very important also to be developed. I want to assure you that the people of South Sudan, they have a beautiful cultural diversity. I want to encourage you to support this idea promoting the cultural festival in the Nile Basin country. You will explore the wonderful cultural diversity in Africa. Republic of Egypt, since South Sudan were in the civil war since 8 years, it has been accommodated us in the education part. And also all the refugees, those who have came here, Egyptian was managing them to stay in the peace in Egypt. As I mentioned earlier that our country is facing a critical time. Many people has displaced. Many people are suffering in the hospital because of this war. I urge you also, the Nile Basin country, to support us in order to humanitarian aspect.
Finally, I'm urging you to keep your unity and patriotism for your country, and I don't want you to allow anything to divide your patriotism. I know you have been a strong capacity, you have been built a strong capacity in your sector long time ago, and also I need you to support us and also to strengthen us how to manage our country and how to manage all the crises in our country. Thank you very much. Lastly, I want to say something for Arabic in our people in Egypt, that which is information. Junuba Sudan al-aam al-maadi kan sharak fi dawra bi khumasiyat kurat al-qadam di safarat al-ajnabiyya. ففريق جنوب السودان من الفرق السعادة للدورة الثمانية. فأنا بشوف إنه الشباب اللي في مصر هنا هم خالص، هم مشاركين وعندهم دور كبير، إنه شباب خط مياه النيل تخطوا يدينكم مع بعض مع شباب جنوب السودان في مصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم سيادة الوزيرة، العلاقات القوية بين الدول هي ما تجعلها تتخطى أي صعاب وأي مرحلة تمر بها، وستظل العلاقة بين مصر وجميع أشقائها من أفريقيا علاقة طيبة تربطهم إلى ما بعد ما نحن فيه الآن. ولأن الدبلوماسية تبقى وسيلة أولى في تطوير وتوثيق العلاقات بين الشعوب والدول، فإن مصر تولي لها أهمية كبرى خاصة مع أشقائها من دول وشعوب حوض النيل. ومن هنا كان حرص وزارة الخارجية المصرية، والتي أوفدت وكيل أول الوزارة السيدة السفيرة فاطمة الزهراء عثمان ممثلة عن السيد وزير الخارجية المصري. يسعدني أن أرحب بسيادتها لإلقاء الكلمة. سيادة السفيرة فلتتفضلي. السيدة المهندس خالد عبد العزيز وزير الدولة للشباب، السادة وزراء شباب دول حوض النيل، السادة السفراء، السيدات والسادة الحضور، اسمحوا لي في مستهل كلمتي أن أرحب بكم جميعا في مصر ضيوفا أعزاء كرماء، وأن أعرب عن كل إشادة بالحرص على تنظيم الدورة الثانية لملتقى شباب دول حوض النيل هذا الجمع المتميز، مقترنة بتحية خاصة، تحية إعزاز واعتزاز إلى ضيوفنا من الشباب أبناء اليوم وزعماء الغد. غنين على البيان مدى اعتداد مصر بهويتها الإفريقية وبخصوصية علاقاتها مع دول القارة، لا سيما أسرة دول حوض النيل التي يجمع فيما بينها وشائج إخاء تاريخية شكلتها عبر الزمان والمكان وتغيرات التاريخ وثوابت الجغرافية، والتي تشهد منذ الدهر السحيق على الدور الخالد الذي يطلع به نهر النيل كشريان دافق للحياة، ازدهرت على ضفافه حضارتنا الجامعة وثقافاتنا المتعددة. ها هو الدور الأبدي للنيل، دور قدر ومصير، دور ازدهار وحياة ونماء، دور لا يمكن التفريط فيه أو التقليل من شأنه. وعليه كان من الطبيعي أن تضع مصر علاقاتها مع دول حوض النيل على قمة أولويات سياستها الخارجية. السيدات والسادة، في سياق إعادة ترتيب البيت المصري من الداخل، والتي عبر فيها الشعب المصري مراراً وتكراراً عن شديد حرصه على تشييد منظومة متكاملة لعلاقات متطورة متجددة مع دول حوض النيل، تضع مصر في حساباتها مواقف دول حوض النيل التضامنية التي طالما ساندت بعضها البعض في أوقات عديدة تعود إلى عقود النضال المشترك والكفاح من أجل الاستقلال. تستهدف مصر في علاقاتها بدول حوض النيل بناء روابط استراتيجية تقوم على المصالح المشتركة والنفع المتبادل. وعليه تعمل مصر جاهدة على تنشيط العلاقات التجارية والاستثمارية في دول الحوض لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المصرية بدول الحوض إلى المستوى المأمول. السيدات والسادة، إنها في الوقت الذي تدرك فيه مصر التطلعات والطموحات التنموية لدول حوض النيل، فهي تعلم من ناحية أخرى حجم التحديات الجسام
التي تواجهها. لذلك لم تدخر مصر وسعا للمساهمة في جهود التغلب على تلك التحديات. فلا يهفتني في هذا السياق أن أسلط الضوء على دور الصندوق المصري للتعاون مع إفريقيا وما اطلعوا به من مسؤوليات منذ عام 1980 في بناء الكوادر الإفريقية في مجالات شتى، سواء من خلال تقديم المنح التدريبية أو إفادة الخبراء، بالإضافة إلى تقديم المعونات اللوجستية والطبية والغذائية في أوقات الأزمة، فضلاً على التعاون القائم من الجهات الوطنية المصرية مع نظيراتها في دول حوض النيل، وبخاصة في مجالات التعليم، الكهرباء والطاقة، الإعلام، الزراعة، الموارد المائية والري، الصحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما أطلقت مصر في يناير 2012 المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل، ولتم إعدادها لفترة 5 سنوات تقوم على تنفيذ مشروعات وبرامج ذات أولوية في تنمية دول حوض النيل طبقا لاحتياجات كل منها في مجالات الطاقة والزراعة والري والصحة وغيرها. ويجري حاليا التنسيق مع الوزارة المصرية المعنية والجهات المناظرة لها في دول الحوض من خلال السفارات المصرية بها هناك من أجل العمل على تنفيذ المشروعات التي ضمنتها المبادرة. واستكمالا للجهود المصرية الراهنة، أعلنت مصر في سبتمبر 2013 إنشاء الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والتي تترجى نشاطها على القارة الإفريقية لا سيما دول حوض النيل، والتي تعمل على تقديم المعونة الفنية لتلك الدول وفقا لاحتياجاتها في المجالات المختلفة، وخاصة تلك المتعلقة بتحقيق التنمية المستدامة وبناء القدرات وتنمية الموارد البشرية. السادة الحضور، تؤمن مصر بوحدة المسير مع دول حوض النيل وبالمشاركة في مواجهة التحديات، ومن ثم تصور الحاجة الملحة إلى التعاون المستمر والتنسيق المشترك، لا سيما وأن مقتضيات التنمية وما يرتبط بها من التوسع المتناهي في استخدامات المياه أضحت اليوم مسؤولية تتفاقم خطورتها بمرور الوقت على كافة دول الحوض، وتفرض علينا ضرورة العمل سويا لأن نجعل من نهر النيل فضاء مشتركا للنهضة والنمو. وتقوم وجهة النظر المصرية في هذا المضمار على تحقيق الأمن المائي لجميع دول حوض النيل على أساس المنفعة المشتركة وعدم الإضرار بأي من دول الحوض، فهي الأسس التي يجب أن يقوم عليها مستقبل العلاقات بين دول الحوض. وتؤمن مصر أن التعاون الإقليمي والجماعي هو السبيل الأمثل لتحقيق الأمن المائي لجميع دول الحوض، وترى أهمية لوجود إطار مؤسسي جامع لكافة دول حوض النيل يرعى مصالحها ويقوم على شؤونها. فالحكمة تقتضي من الجميع الاستمرار في التعاون والحوار، وستظل مصر منفتحة على أي جهود من شأنها الاستجابة لطلعات شعوب حوض النيل وأمانها. السادة الحضور، ترنو قارتنا الإفريقية إلى آفاق المستقبل، وعلى الرغم من ما مرت به من عقود طويلة من ظلم وجور على مر التاريخ، فإنها صارت بسواعد أبنائها بدءا من دعاة الوحدة الإفريقية ومرورا بآبائها المؤسسين، تتخذ خطوات جادة جاهدة نحو النمو والتقدم وسعيا لأن تحتل موقعا دوليا جديرا بالقارة الإفريقية، ويتواجه في سبيل ذلك بكم هائل من التحديات الداخلية والخارجية. وهنا تصور مسؤولية الشباب وتفرض نفسها بكل قوة، فشباب اليوم هم زعماء الأجيال المقبلة ويحملون على كاهلهم مسؤولية بناء مستقبل أفضل للقارة، قارة آمنة، قارة مستقرة منفتحة على متطورات العصر ومتغيراته وآفاقه الرحبة المتجددة. وكلنا ثقة في أن الشباب واعٍ لدروس التاريخ وحكمة الزمن، لأن قوتنا تكمن في وحدتنا وثقلنا ينطلق من تكاملنا، فلا بديل لدول حوض النيل من التعاون والتكامل وفقا للنسخ المستقرة من التفاعل البناء والمشاركة المثمرة. جزيل الشكر.